الأخبار من الراي. هذا الموضوع حيوي واستراتيجي يحتاج إلى أن كل الجهات تبدي وجهة نظرها. قانون استراتيجي، قانون مفصلي، قانون يحدد وجهة الكويت الاقتصادية في المستقبل. ضوء أخضر أمام قانون المناقصات في مداولة أولى، والملاحظات تعترض طريق القانون في المداولة الثانية. وقعنا الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الهدف هو الاستفادة من طاقات القادة الدينيين. بين الأوقاف وبرنامج الأمم المتحدة وثيقة لتطوير الخطاب الديني تحت شعارات الوسطية والتحديات التنموية. حولنا كل ما يحتاج الطالب من كتب ودفاتر إلى داخل جهاز الآيباد خفيف الوزن. مترجمة التوجهات التربوية والتكنولوجية، مدرسة مهلهل المضف تكسر النمط التقليدي وتعتمد المنهج الإلكتروني. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. من الجلسة الخاصة التي انعقدت اليوم خرج وبعد طول انتظار قانون المناقصات في مداولة أولى بعد اتفاق نيابي حكومي، وقد أعيد القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من التعديلات وللاستماع إلى كافة وزارات الدولة المعنية، فيما رحب أعضاء البرلمان بإنجاز القانون وإن بمداولة أولى، حيث يعد بوابة لمشاريع خطة التنمية. رباب بداح والتفاصيل في التقرير التالي. من رحم الجلسة الخاصة التي انعقدت اليوم خرج قانون المناقصات في مداولته الأولى بعد أن استمع المجلس إلى شرح مفصل لأهداف التعديلات المقترحة على القانون والتي أقرتها اللجنة المالية. في بداية الجلسة سجلت الحكومة اعتراضها على خروج القانون في شكله الحالي، فطالبت من خلال وزرائها بضرورة إعادة القانون إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة والتعديلات. معالي الرئيس، هذا موضوع حيوي واستراتيجي يحتاج إلى أن كل الجهات تبدي وجهة نظرها وتدرس هذه الملاحظات ونتناقش مع اللجنة المعنية ونتوصل إلى اتفاق يخدم الكويت لخمسين عام إن شاء الله قادم. أنا أعتقد أن هذا المشروع انمر، أن خطة التنمية راح تتوقف ولن تتباطأ. كل رجاء، احنا نتكلم عن أكثر من 70 مادة فيها ملاحظات من الأخوة، كلنا رجاء لحفاظ لوقت المجلس ان هذا المشروع يعاد للجنه، يستدعون الاخوه، يجلسون معاهم، يسمعون ملاحظاتهم. وبعد مناقشه لبعض بنود القانون اقر المجلس قانون المناقصات في مداولته الاولى، وعقب الجلسه تحدث رئيس لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه النائب مرزوق الغانم عن اهداف القانون واهميته. هذا القانون قانون جدا مهم، قانون استراتيجي، قانون مفصلي، قانون يحدد وجهة الكويت الاقتصادية في المستقبل، قانون نصر على أن يتمتع بنزاهة تامة وشفافية كاملة، وبالتالي أمر طبيعي أن يكون هناك الكثير من الجهد المبذول لإعداد هذا القانون. نتمنى إن شاء الله أن نتلافى كافة السلبيات السابقة وأن نتمكن من سد كافة الثغرات وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في تقديم قانون يليق بطموحات أبناء الشعب الكويتي. وقد رحب أعضاء البرلمان بإقرار القانون ولو في مداولة أولى لأنه يعد بوابة للتنمية ومشاريعها على حد قولهم. أنا أعتقد أن اليوم إحنا بهذا القانون نحاول أن نقدم شيء جديد. الأخوان في اللجنة المالية مشكورين، عالجوا مثالب المناقصات في الفترة السابقة. لدينا الحقيقة العديد من الملاحظات وإن شاء الله سنوصلها إلى اللجنة المختصة، لجنة الشؤون المالية. أعتقد بإقرارنا لمثل هذا القانون سنعزز الكثير حقيقة من جوانب الشفافية.
في موضوع آخر، نفى النائب أسامة المناور حدوث أي انشقاق في صفوف كتلة العدالة النيابية، مضيفا بأن الكتلة ليست بالهشة كي يزعزعها استجواب. وأوضح أيضا بأن الكتلة ماضية في تقديم استجوابها لوزير الأوقاف ما لم تقم الوزارة بإجراءات تطالب بها الكتلة. وقد لمح المناور في تصريحه إلى خروج بعض القرارات الوزارية التي قد تدفع بالكتلة إلى التريث في تقديم الاستجواب. اليوم بعض الصحافة تتكلم عن انشقاق في كتلة العدالة بسبب الاستجوابات. نحن حقيقة لسنا بكتلة هشة حتى أن يعني يفرط عقد اجتماعنا على أول موضوع أو أول مسألة نواجهها. احنا ككتلة منسجمين انسجام تام، وعادة مثل هذه القرارات نجتمع من أجلها ونتناقش ونطرح، كل واحد يطرح ما عنده ثم نخرج بقرار. احنا في الكتلة مثل ما أقول لكم احنا منسجمين والقرارات مدروسة، وكذلك نعتبر أنفسنا جزء من الكتلة الأغلبية الكبيرة التي نطرح إن شاء الله مستقبلا احتمال على يوم الأحد راح نطلع عليها موضوع الاستجواب المقدم من كتلة العدالة لوزير الأوقاف، واللي أتوقع أيضا كذلك أنه راح يكون في خطوات إيجابية قد تعفينا أو تكفينا مؤونة تقديم الاستجواب، لكن إذا بقى الوضع على ما هو عليه نحن ماضون في تقديم الاستجواب. وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وثيقة مشروع تطوير الخطاب الديني من أجل التنمية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، وتهدف الوثيقة إلى بناء قدرات القادة والمؤسسات الدينية وتعزيز إمكاناتها لاستخدام الخطاب الديني الوسطي في مواجهة التحديات التنموية وحماية حقوق الإنسان. محمد الحياري يقرأ المزيد في التقرير التالي. إيمانا منها بأثر الخطاب الديني وقدرته على إرساء المبادئ السليمة في المجتمعات، أحيت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة حميدة تمثلت بتوقيعها بروتوكول تعاون وشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، يتمثل في وثيقة مشروع تطوير الخطاب الديني من أجل تحقيق التنمية المستدامة. الهدف هو الاستفادة من طاقات القادة الدينيين من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وذلك باستخدام الخطاب الديني استخداما تنمويا واعيا يساعد على التماسك الاجتماعي، يفجر طاقات الإنسان الكويتي، ويساعد في الاستفادة من الطاقة الروحية القصوى الموجودة في هذا المجتمع وتوظيفها في خدمة أهداف تنموية. الوثيقة التي تهدف إلى بناء قدرات القادة الدينيين والمؤسسات الدينية وتعزيز إمكاناتهم لاستخدام الخطاب الوسطي واتباع منهج الاعتدال في مواجهة التحديات التنموية وحماية حقوق الإنسان، حددت لأجل تنفيذها وزارة الأوقاف مجموعة من القادة الدينيين المستعدين للمشاركة في مجال التنمية وبناء قدراتهم لتمكينهم من العمل كمدربين لأقرانهم وللمجتمع ككل. وقعنا الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص يعني الخطاب الديني، والخطاب الديني موجه لقضية التنمية، وهذه حقيقة خطوة إيجابية وفق استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تهدف هذه الاتفاقية إلى حقيقة تأصيل التنمية المستدامة التي تتضمن قضية تحسين الخطاب الديني عند القادة الدينيين، ونحن نقصد القادة الدينيين اللي هم الأئمة والخطباء والمدرسين الشرعيين والوعاظ والدعاة. الحقيقة هي نوعية جديدة في قضية تغيير الخطاب الديني إلى الأحسن. ويبقى لهذه الخطوة آثارها الإيجابية في معالجة تحديات الحياة المتعلقة بالتنمية والبيئة والصحة وزيادة الوعي بأهمية التوافق بين مقاصد الشرع وحقوق الإنسان. محمد الحياري، الرأي. التصريحات الحكومية التي أطلقت في الآونة الأخيرة مبشرة باعتماد التعليم الإلكتروني على الساحة التربوية ترجمت في مدرسة مهلهل المضف المتوسطة التي كسرت النمط التقليدي للدراسة، وذلك بمجهود شخصي من الإدارة، حيث انطلق القطار على سكة الوسائل التعليمية الحديثة تحت هدفين رئيسيين اثنين
تخفيف الحقيبة والتعليم الإلكتروني. تفاصيل أوفى عن هذه الخطوة في تقرير سمر الشديق. لم ينتهي اليوم الدراسي بعد ولا يغادر هؤلاء الطلاب مدرستهم، هم فقط ينتقلون إلى حصة جديدة في مختبرات المواد الدراسية كافة في إطار سياسة التنقل المراقبة عبر هذا الجهاز، حيث يتعين على الطالب مسح بطاقته في بداية كل حصة. فبعيداً عن الفصول التقليدية وبما يشبه الحياة الجامعية، يتنقل طلاب السادس والسابع كل بحوزته جهاز الآيباد، وذلك في سياق بدء ترجمة التعليم الإلكتروني واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة بجهود شخصية من قبل إدارة المدرسة ودعم أولياء الأمور. بدأنا الخطوات الأولى في تجهيز الفصول، في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، ووصلنا لمشروع تطبيق الآيباد في المدرسة. حولنا كل ما يحتاج الطالب من كتب ودفاتر إلى داخل جهاز الآيباد، خفيف الوزن، محمول بأي سهولة، بكل سهولة يقدر يحمل الطالب معاه. احنا نفس الوقت ما نقدر نلقي ثقافة المجتمع الحالية، هي ثقافة الكتابة والقراءة، مستمر فيها مهارة الكتابة والقراءة مستمرة، ملتزمين فيها، بالعكس نحرص عليهم. وعلى الرغم من التأكيد على المحافظة على ثقافة الكتابة والتي تترجم حاليا في الامتحانات التي لا تزال تجري خطيا، إلا أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين مع تغلغل هذه الأجهزة في الحياة اليومية من البيت إلى المدرسة إلى كافة أوقات الفراغ. الحين طبعا في الوقت الحالي التكنولوجيا هي طاغية، يعني في أي يعني الواحد ما يقدر يستغني عن التكنولوجيا حاليا. يعني احنا أولادنا في البيت أعمار صغيرة يعني ويلعبون في الأجهزة الإلكترونية، فشنو المانع ان الولد يدرس وان الولد يتعاطى مع هذه التكنولوجيا؟ يعني احنا قلنا الهيدلاينز، تخفيف الحقيبه المدرسيه والتعليم الالكتروني متزامنين غير منفصلين. وتحت هذين العنوانين تعمل اداره المدرسه على تطبيق المنهج الالكتروني في الجوانب كافه وفي جميع الفصول انطلاقا من العام المقبل. الخطوة الأولى في مسافة 1000 ميل من التعليم الإلكتروني في البلاد انطلقت من مدرسة مهلهل محمد المضاف، والتي كسرت الروتين التقليدي في الدراسة عبر اعتمادها الحقيبة الإلكترونية. سمر شديق، نمور، الراي. تحت شعار صحة المسنين، نظمت لجنة تعزيز الصحة في منطقة حولي الصحية معرضاً بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي، وذلك في مركز الرميثية الصحي التخصصي. وشارك في المعرض العديد من الشركات المحلية وسط إشادة رواده بهذه الأيام المفتوحة التي تسهم في توعية المواطنين والمقيمين بقضايا الصحة العامة للمسنين. هو يشمل اللي هو الأشياء المطلوبة حق المسنين، بما فيها أول شيء نبدأ مثلا من ناحية الطبية، وفرنا لهم عندنا اللي هو شركة الفوزا ماكس، بحيث انه هو حق اللي هو اللي عندهم هشاشة بالعظم او انهم عندهم عوار بالظهر فيمكن انهم ياخذونه. كذلك عندنا اللي هي أدوية اللي يشتكي منها كبار السن، قلة النوم، يوم توعوي لعدة امور، حتى الفم، القدم، الجلدية، وما شاء الله وزارة الصحة نشيطة بشكل يخدم الناس بطريقة صحيحة. نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد الفاصل. لدينا يؤكد أن قانون المعاملات الإلكترونية سيحقق نقلة نوعية للمؤسسات الحكومية. أهلا بكم مجددا مع الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم.
أشاد وزير المواصلات سالم الأذينة بقانون المعاملات الإلكترونية، حيث وصفه بالنقلة النوعية التي تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة التعامل فيما بينها وبين الأفراد إلكترونيا دون الحاجة لتوثيق ذلك ورقيا. وأضاف الأذينة في تصريح له بمناسبة إقرار اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، أضاف بأن القانون سيفتح الآفاق والمجالات الكبيرة على مجتمع الأعمال من جهة، وعلى تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية من جهة أخرى. أعلن نائب العضو المنتدب لمصفات للشعيبة أحمد الجيماز حصول مصفات للشعيبة على معدل نقاط بلغ 96 نقطة و20 نقطة في عملية المسح الميداني لتقييم المخاطر من قبل شركات التأمين العالمية، مشيرا إلى أن هذا المعدل يعد الأعلى بين جميع مواقع عمل الشركات التابعة لمؤسسة البترول في الكويت وخارجها. وأوضح الجيماز أن شركات التأمين العالمية تقوم دوريا عملية مسح ميداني على جميع مواقع شركات القطاع النفطي للاستدلال على مدى تنفيذ أعمالها وفقا لمعايير السلامة العالمية التي من شأنها الحد من إمكانية وقوع الحوادث المؤسفة. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا ليستقر عند مستوى 121 دولارا و13 سنتا، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الذي اكتسب قوة كبيرة أمام العملات الرئيسة، وذلك على خلفية ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة بأن الفيدرالي الأمريكي لا يعتزم إطلاق برنامج تخفيف كمي ثالث في الوقت الراهن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار أمام باقي العملات الرئيسة الأخرى. نشرتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد الفاصل. المنتخب السعودي يتصدر اليوم الأول لفعاليات البطولة الخليجية 13 لألعاب القوى للشباب. من جديد أهلا بكم. أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة المدير العام اللواء متقاعد فيصل جزاف أن وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي قد أقروا في اجتماعهم الأخير الذي عقد في جدة عدة قرارات وتوصيات، لعل أبرزها إنشاء صندوق مالي بقيمة 30 مليون لدعم الأنشطة الشبابية في دول الخليج العربي، إضافة لتفعيل الجانب الإعلامي للشباب وتكوين فرق إعلامية شبابية. وأشار الجزاف أنه تقرر أن يقام ماراثون بعنوان القدس لنا في جميع الدول، ردا على دعم إحدى الشركات التي تنوي إقامة ماراثون في القدس من جانب الكيان الصهيوني. طبعا الاجتماع الخليجي أهم ما قرر هو إنشاء صندوق بقيمة 30 مليون لدعم كل الأنشطة الشبابية بكل تفريعاتها وبكل، واللجنة سوف تحدد هذه الأنشطة بشكل عام، وطبعا اتخذت قرارات أخرى هي تفعيل الجانب الإعلامي للشباب، تكوين فرق عمل إعلامية أيضا شبابية. حقيقة كان تركيز في هذا الاجتماع على موضوع الشباب بشكل عام، وتم يعني تقديم مقترحات من دول المستعاون أو أغلبها كان متفق على هذا الاتجاه وتفعيل الدور الشبابي بشكل عام. أما ما يتعلق في مجلس الوزراء، اجتماع مجلس وزراء الداخل العرب أهم ما قر فيه أيضا هذا الجانب، دعم العمل الشبابي. هناك قرار حقيقة مهم جدا اللي هو يعني أحد الشركات ستدعم ماراثون في الماراثون القدس اللي هو ستقيم دولة إسرائيل، طبعا كان هناك استياء كبير من هذه الشركة، واتخذ قرار أن يكون في نفس اليوم الذي سيقام في هذا الماراثون في القدس اللي تقيمه إسرائيل سيكون هناك ماراثون لكل الدول تحت اسم القدس لنا، فتحث وتم ايضا اتفاق على توجيه رساله شديده اللهجه وايضا من ضمن الى الشركه التي ستدعم او شركات اخرى تدعم هذا الماراثون.
تصدر المنتخب السعودي ترتيب الدول الخليجية بعد ختام منافسات اليوم الأول للبطولة الخليجية 13 لألعاب القوى للشباب، والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي للعبة حتى 7 من شهر إبريل الجاري. وحقق المنتخب السعودي 13 ميدالية في منافسات اليوم الأول، بينما جاء المنتخب الكويتي في المركز الثاني. فعاليات انطلاقة البطولة في تقرير للزميل أحمد العنسي. بمشاركة أكثر من 150 لاعبا يمثلون الدول الخليجية الست، استضاف الاتحاد الكويتي لألعاب القوى فعاليات البطولة الخليجية 13 لألعاب القوى للشباب بحفل افتتاح مبسط. بكل الاعتزاز وبكل الترحاب تستقبلكم دولة الكويت التي تتولى تنظيم بطولة مجلس التعاون 13 لألعاب القوى للشباب. فمرحبا بكم جميعا أخوان أعزاء في الملتقى الرياضي الخليجي. تكثيف البطولات الخليجية لا سيما على مستوى الشباب يهدف من خلاله المسؤولون عن الرياضة الخليجية تكوين قاعدة متينة تكون نواة للدول الخليجية في البطولات الخارجية، لعل أبرزها أولمبياد لندن المقبلة. مجلس التعاون هي الأساس في إعداد اللاعبين ومعرفة قدراتهم وإمكانياتهم اللي ممكن أنها تعطي العطاء المميز، ومعرفة قدرات هؤلاء اللاعبين وكيف يكون بداية الموسم. أنا أعتقد أنها من أهم البطولات لنا، هذه تعطينا معرفة وقدرات اللاعبين وتعطينا التنظيم الذي يجب أن يكون عليه هؤلاء اللاعبين في المستقبل. أنا أعتقد أن البطولة هاي مهمة لأن لمرحلة الشباب، وهي مرحلة مهمة نحن في دول مجلس التعاون الخليجي نعتمد عليها، وخاصة الموسم القادم هو موسم الألعاب الأولمبية أو سنة الألعاب الأولمبية. طبعا الطفرة في السنوات الأخيرة، هناك طفرة كبيرة لألعاب القوى في دول مجلس التعاون، وهذا متمثل أن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين وصلوا إلى الأدوار النهائية على مستوى بطولات العالم للشباب، وأيضا في بطولات مختلفة سواء إقليمية أو بطولات عالمية. ونتمنى إن شاء الله في المرحلة القادمة أن دول مجلس التعاون تدعم هذه الألعاب. المنتخب السعودي تصدر فعاليات اليوم الأول للبطولة بتحقيق 13 ميدالية متنوعة، منها 6 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان، في حين جاء المنتخب الكويتي في المركز الثاني بذهبية 1 وفضيتين و4 برونزيات، بينما حل المنتخب القطري في المركز الثالث بذهبية 1 ومثلها فضية وأخرى برونزية. والله سبقي نول، احنا فك شرع الاول نلعب على الاول، لكن الحمد ربي فقنا على الاول ونبحث عن الذهبيه من اول. هذا الذهبيه وعدت الكابتن ان شاء الله اهديها له الذهبيه. هذا الفوز اول شيء اهديه لامي وابويا، تعبوا معي ما قصروا معايا. ثانيا لا يجي شيء الا بعد مجهود بعد تعب، احنا تعبنا علشان كذا جينا ناخذ الميداليه الذهبيه، والحمد لله على كل حال. ذهبية المنتخب الكويتي كانت من نصيب اللاعب أحمد دشتي في مسابقة الوثب الطويل، بينما حاز اللاعبان عجيل العنزي وبدر حسن على الميداليات الفضية. افتتاح مبسط للبطولة الخليجية 13 لألعاب القوى للشباب، ومن المتوقع أن تشهد هذه البطولة منافسات شرسة بين منتخبات الكويت وقطر والسعودية. أحمد العنزي، الرأي. قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم مشاهدينا، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. شكرا للمتابعة.